استاذ محمود، برضو من خلال متابعاتك لكل الاحداث، واحنا عندنا يوم السبت اجتماع، خلاص اجتماع القاهره للسلام، اللي بيدل على ان فعلا مصر كبيره ومصر رائده، توقعاتك لهذا الاجتماع الهام ليكون في القاهره؟ اتصور ان اذا فوتت اسرائيل هذه الفرصه لاقامه سلام عادل تنعم فيه بالامان وينعم الفلسطينيون بحقوقهم، الفلسطينيون لا يعنيهم الأمانة كثيرة. أنت تعلم أنني غطيت جزء كبير من أحداث الانتفاضة الفلسطينية الثانية وعشت بين هؤلاء في الأراضي المحتلة، ويعني رأينا ما رأينا من بطولات، ورأينا ما رأينا من تجاوزات إسرائيلية، وأصبنا هناك يعني قذائفهم سواء المطاطية أو الغاز أو غيرها. دعني أؤكد، ضربوا مكتب الوكالة هناك أعتقد في فترة من الفترات، فترة كان صحيح؟ مكتب الوكالة تعرض لضرب. شوف، هو هذه المرحلة ما لم تستجب إسرائيل إلى صوت العقل، وليس إسرائيل بمعنى إسرائيل، إسرائيل ومن يعاونها، إلى صوت العقل، وتكون هناك الآن فرصة تاريخية وبرعاية مصرية، لأنه لا أحد له اليد العليا في القضية الفلسطينية سوى مصر مهما تعددت الأقوال. طبعا ده حقيقة، دعنا نؤكد ذلك. الآن فرصة تاريخية أمام إسرائيل ومن يدعمها لإقامة، للوصول إلى أرضية على الأقل مشتركة تبني عليها توافقات تتيح التوصل إلى اتفاق دائم وشامل في إطار حل الدولتين. ما لم تستغل إسرائيل تلك الفرصة، أنا أؤكد لك وسوف نلتقي في هذا المنبر بعد أشهر أو سنوات، وأؤكد لك وأذكرك بما أقول، سوف تدفع إسرائيل أثمانا باهظة إذا فوتت تلك الفرصة. إسرائيل بعد حرب 73 ظنت أن الأمور أقامت السلام مع مصر، لأن مصر هي القوة التي تخيفها على وشاهدنا ذلك بعيوننا يعني، وكيف يحظى المصري باحترام وبأدب جم وشديد عند التعامل حتى عند دخول المسجد الأقصى أو غيره من المناطق. دعني أؤكد لك أن ما لم تستغل إسرائيل هذه الفرصة، هي اعتقدت أنه بعد حرب 73 هدأت الأمور على الجبهة، وأنه لا يوجد هناك يعني الخطر الكبير والعظيم. تمام؟ ما جرى في 7 أكتوبر يؤكد أنه كما تفضل صديقنا العزيز، ما لم تعد الحقوق فإنه لا أمانة ولا استقرار. وما لم تستغل إسرائيل هذه الفرصة التاريخية وهذا المؤتمر الذي دعت إليه مصر واستجاب له العالم في أن يتم التوصل إلى توافقات أرضية حتى للتوافقات يتم البناء عليها للوصول إلى اتفاق شامل، فإن هناك أثمانا باهظة سوف تدفع. الفلسطينيون يدفعون أثمانا باهظة ولكن عن طيب خاطر طبعا. وأنا رأيت بنفسي هؤلاء الفتيان والأطفال صحيح. الذين يقفون أمام الدبابات ويقذفونها بالحجارة، أصحاب قضية حقيقية، يعني لأنهم أصحاب قضية طبعا. وهم يعلمون أنه لا مفر. طيب الموقف الأمريكي يا أستاذ محمود لما لقي حاملة طائرات متوجهة إلى البحر المتوسط لدعم إسرائيل، أنا أعتقد أن ده ممكن حتى لو عندهم نسبة تراجع ده بيخليه في عمر من الغطرسة تزيد، صح ولا غلط؟ دعهم يتغطرسون ودعهم يخطئون ودع أيديهم تغرس في الطين وفي التراب وفي كل أنواع الدم الفلسطيني. من سيدفع الثمن؟ أقول لك مؤكدا ومجددا وبلا شكل لا نهائي، الفلسطينيون يقدمون الدماء رخيصة لأجل الوطن. صحيح. هم أصحاب قضية وهم أصحاب حق تاريخي وإرث ديني ورد في الكتب السماوية وخططه كتبهم الأرضية وشعراؤهم، ويعلمون جيدا أنه مهما كان سوف يصلون إلى نهاية الطريق الذي يريدونه. أما الإسرائيليين ومن يدعمونهم يعلمون جيدا أنهم جسم غريب في تلك المنطقة، عضو غريب في جسد المنطقة، وأنه إن عاجلا أو آجلا سوف يرحل هذا العضو لأنه غير متكافئ. ده بيطالبوا حاليا بالخروج من إسرائيل والعودة إلى أوروبا مرة ثانية. يعني الأمور دي الحقيقة يعني طبعا شوف، أنا أكره المزايدات من كل نوع. مزايدة أمريكا بإرسال حاملة الطائرات وكل صحيح. أنواع الأسلحة ضد من يا أخي؟ ضد شعب أعزل،
ضد أطفال ونساء لا يملكون حتى قوت يومهم، ضد أطفال يموتون من الجوع بسبب عدم وجود معونات وإمدانيات، ضد مصابين يمكن إنقاذهم ويموتون بسبب عدم وجود مواد طبية. ضد من؟ ضد من يا أخي؟ يعني الحقيقة يعني منتهى الابتزال في المواقف. أنت تتحدث عن حاملة طائرات وعن أسلحة، وفي الجانب الآخر إسرائيليون يقولون نعود إلى طبعا هذا أمر لأنه ليس لم يكن بإرادتهم المجيء إلى إسرائيل، ولن يكون بإرادتهم الخروج من إسرائيل. صحيح. فدعنا لا نزايد على هذا الطرف أو ذاك، ودعنا نؤكد أن الحق دائما سوف ينتصر، وأنه مهما طال الزمن سيكون الفلسطينيين دولة على أرضهم، وسوف يخرج الجسد الغريب. صحيح. من أو الكائن الغريب الموجود في جسد المنطقة. طيب.